المشهد الاقتصادي، أخبار المال والأعمال، المؤشرات والأرقام، الأسواق والاستثمار. كل جمعة من 11:30 نهار مع علي القادري ووفاء بن محمد. المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة. صباح الورد، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. 11:04 دقائق على موجاتنا، وتبدأ رحلتنا مع المجلة الاقتصادية الأسبوعية المشهد الاقتصادي. تحية لك وفاء، صباح الورد، صباح الفل. صباح الخير عليا، وصباح الخير لكل مستمعينا على الإذاعة الوطنية. فريق متكامل يحضر معاكم ويرافقكم على امتداد السويعة اقتصادية. حميد الورغي في التنسيق، كريم المدب في الإخراج التقني، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي. اليوم 5 جويلية 2024، دقائق معدودات ويتم بعث الإرساليات القصيرة لكل من اجتاز مناظرة دخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. إن شاء الله بنجاح والتألق والتوفيق للناس الكل. الفايدة إنه صغيرات عاشوا التجربة هذية، إن شاء الله موافقين، وأكيد باش نواكبوا النجاحات متاحهم على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية. اقتصاديا اليوم باش نستعرض أهم الأخبار الاقتصادية الوطنية والعالمية مع زميلتنا وفاء بن محمد. ثم رقم الأسبوع، هل باش يكون إيجابي وإلا سلبي؟ خليوها مفاجأة مع وفاء في فقرة رقم الأسبوع. جرس البورصة وحصيلة تداول البورصة خلال السداسية الأولى من سنة 2024. إن شاء الله المؤشرات تكون إيجابية، لأنه كما تعرفوا البورصة هي مرآة الاقتصاد في كل بلاد، وتحسن المؤشرات أكيد يعطي فكرة على تحسن مرتقب للنمو وللاقتصاد عموما. ثم في متابعتنا باش نتابعوا الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الإفريقية تي بي ام 2024 اللي احتضنتها العاصمة مطلع الأسبوع هذا. ثم باش نتحدث على أخبارهم الشغالين، هنا نتحدث عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، والتفاصيل باش تكون مع ضيف حوار المشهد الاقتصادي. هذه أهم فقراتنا. وفاء، شنو رايك نبدأ مباشرة بفلاش اقتصاد؟ المشهد الاقتصادي، فلاش اقتصاد. كالعادة عليا، اخترنا باش لي مجموعة من الأخبار في فلاش اقتصاد لهذا الأسبوع. نبدأ كالعادة وطنيا، وين المجلس العالمي للسفر يكشف أن قطاع السياحة في تونس يمكنه من ضخ 23 مليار دينار في الاقتصاد خلال السنة الحالية، هذا على أن يصل المبلغ في ظل دعم مناسب طبعا من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال 10 سنوات مقبلة. وأكدت هذه البيانات اللي صدرت عن أبحاث الأثر الاقتصادي التابعة للمجلس أنه أرقام السياحة اللي من المتوقع أن تحققها تونس سنة 2024 تعد قياسية وتتجاوز كل التوقعات، سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية ومواطن الشغل والسياحة الداخلية. وتوقع المجلس كذلك أن ترتفع المساهمة سنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي في صورة حصوله على الدعم بنسبة 16%، مما سيتيح توظيف أكثر من 485 ألف شخص في أفق 2034. اتفاقية قرض مجمع بالعملة الصعبة بين الدولة التونسية والبنوك المحلية، هذا مشروع القانون المصادق عليه بمجلس نواب الشعب منذ يومين، واللي باش يمكن مجموعة من البنوك المحلية من إقراض الدولة لتمويل ميزانيتها بمبلغين بالعملة الأجنبية، الأول 156 مليون يورو والثاني 16 مليون دولار، كما صدق مجلس النواب في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بتاريخ 16 ماي 2024، ويندرج هذا التمويل في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير يعتزم فتح مركز إقليمي في تونس، هذا ما كشف عنه مدير البنك خلال لقاء جمعه الأربعاء بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وأشار فيه أنه ذلك سيمثل انطلاقة جديدة للتعاون مع تونس. ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي التونسي على ضرورة دعم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتونس من أجل تحقيق طموحاته في مجالات طموحات تونس في مجالات الاستدامة والنمو الأخضر. وحول هذا الموضوع بالذات
الفائت أشار مدير البنك أن مؤسسته تعمل حاليا مع شركائها الدوليين من أجل إنجاز برنامج خاص موجه للأفارقة في المهجر وبخصوص وسائل تمويل مشاريع التنمية في قطاعات التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر. عالمياً فلاش اقتصاد، لأول مرة في العالم تداول أوراق نقدية جديدة في اليابان بتقنية ثلاثية الأبعاد. بدأت اليابان نهار الأربعاء تحديداً تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاماً، واللي تحمل صور ثلاثية الأبعاد متطورة لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية نسائية في محاولة لمكافحة التزوير. وحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، تستخدم الأوراق النقدية الجديدة باش تستخدم أنماط مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد اعتماداً على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية بحتة. وقالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان أنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية. نمشي وليبيا، وين إيرادات النفط يبدو أنها يعني مش في وضع يعني وضع باهي بالنسبة لليبيا، باعتبار أنه كشفت الأرقام في النصف الأول من سنة 2024 تواضع إيرادات النفط، حيث سجلت 37 مليار دينار، أي ما يعادل 7.61 مليار دولار حسب ما كشف عنه البنك المركزي الليبي نهار الخميس. ونعرف جيدا أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية اللي بلغت خلال العام الماضي فقط 99.1 مليار دينار ليبي مقارنة ب 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022. كما نعرف زادة اللي ليبيا العضو في من منظمة لوبيك، واللي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، كانت قد عانت في الحقيقة خلال السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 700 ألف برميل يومياً. الكويت تتوقع عجز ميزانيتها العمومية ب 85 مليار دولار، هذا حسب ما كشف عنه الوزير المالية الكويتي أمس الأول، خلال السنوات الأربعة المقبلة باش يسجل يعني العجز 85 مليار دولار. كما توقعت العديد من التقارير الدولية أن يزيد عجز موازنة الكويت توسعا على غرار شركة بي أم أي للأبحاث الدولية، مستندة في ذلك عن الإيرادات والنفقات خلال السنتين الماليتين 2023-2024، لا سيما البيانات اللي كشفت عن تراجع إيرادات النفط بدرجة أكبر من أهدافها وتوقعاتها الأولية. هكا عليا كملنا اليوم مجموعة من الأخبار اللي اخترناها في فلاش اقتصاد. يعطيك صحة وفاء. من فلاش اقتصاد نمر مباشرة للفقرة الموالية ورقم الأسبوع. المشهد الاقتصادي رقم الأسبوع. رقم الأسبوع، أنت علي سألتني هل هو يعني سلبي إيجابي؟ للأسف نحن اليوم نخرج رقم آخر سلبي شوية فيما يخص خدمة الدين الخارجي. 7.5 مليار دينار تونسي هي قيمة خدمة الدين الخارجي لتونس بعد أن عرفت ارتفاعا ملحوظا، مما يثير في الحقيقة قلق العديد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين في الساحة التونسية لتبعات ذلك على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن أبرز التداعيات المنتظرة يعني مزيد امتصاص مدخراتنا الوطنية من العملة الصعبة اللي جمعتها الدولة من إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، مما سيزيد من صعوبة إدارة النفقات المتنامية وإنجاز المشاريع. وبالوقوف عند أسباب ارتفاع خدمة الدين الخارجي في السنوات الأخيرة، فإن أبرزها الزيادة في الاقتراض الخارجي خاصة بعد جائحة كوفيد-19، فضلا عن ارتفاع أسعار الفايدة العالمية، كما أدى ضعف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية نقص الدولار والأورو إلى زيادة تكلفة خدمة الدين المقوم بالعملة الصعبة. إذا كان رقمنا للأسبوع عالية. يعطيك صحة وفاء. في انتظار أن نتحصلوا على سلطفي الخزامي مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية عبر الهاتف، على ما يبدو يبدو أنه زميلنا حميد الورغي يعطيه الصحة أصر إلحاحا أنه يتحصل عليه بالهاتف وهو توا معنا. نمر مباشرة إلى شارة الفقرة وجرس البورصة. المشهد الاقتصادي جرس البورصة. جرس البورصة أكيد مع سي لطفي الخزامي. مرحبا بك سي لطفي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس. سيدة عليا صباح النور، سيدة وفاء وكل مستمعات ومستمعين
إذاعتنا الوطنية. هاتفك كان مشهول لما في آخر لحظة تحصلنا عليك، أعطينا حصيلة التداول في البورصة خلال السداسية الأولى من سنة 2024، وأعطينا بعض الأرقام والمؤشرات الإيجابية. خلينا علق لي نعدل الكفة مع الرقم السلبي اللي قدمته لنا وفاة في فقرة رقم الأسبوع. الحقيقة معناها المؤشرات في مجملها معناها إيجابية، وإيجابية جدا الحمد لله. خلال الستة أشهر من نشاط السوق المالية وبالتحديد بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال الستة أشهر معناها عمل كان المؤشر المرجعي البورصة تونس يونانداكس، وهو اللي يمثل الحركية الأسهم متاع الشركات المدرجة في بورصة تونس، ارتفع منذ بداية السنة ب 11.15% مقابل ارتفاع يقاربه خلال نفس الفترة من سنة 2023 بالتحديد 10.47%. نفس المنحة تقريبا تلك المؤشر تيونانداكس 20، وهو ديما كما تعودوا به السادة المستمعات والمستمعين يهم العشرين شركة الهامة من حيث الرسم والسيولة منذ بداية السنة في حدود 14.22%، وكان قارنوه بالستة أشهر الأولى من سنة 2023 كان في حدود 11.62%. الحقيقة والارتفاع ملحوظ ويعكس الحقيقة نشاط هام للسوق اللي تعكسه بطبيعة الحال مؤشرات إيجابية لنشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس. فيما يخص حجم التداول بتسعيرات البورصة، المعدل اليومي في شهر جوان كان في حدود 11.2 مليون دينار، وهذا مستوى الحقيقة متميز، ومنذ بداية السنة المستوى في حدود 6.1 مليون دينار. فيما يخص المؤشرات القطاعية، لاحظوا اللي احنا بورصة تونس توا ننشروا 12 مؤشر قطاعي، من ال 12 مؤشر قطاعي فما 10 مؤشرات قطاعية في المنطقة الخضراء، وزوج قطاعات فقط من ال 12 قطاع اللي تنشرهم بورصة تونس في المنطقة السلبية. والحقيقة المنطقة الحمراء زاد تراجع، ماهوش حاجة كبيرة إلا 1.8% تخص خدمات المستهلك والتوزيع، في حين أن الصناعة ارتفاعها ملحوظ، كذلك التجهيزات المنزلية والمواد الصحية، بنايات ومواد البناء، قطاع المواد الأساسية، هذوما كل الحقيقة هما ما دفعوا المؤشر المرجعي للارتفاع، وإن شاء الله تكمل معناها بقية الأشهر السنة في هذا المنح إن شاء الله. يعطيك صحة سي لطفي، الحمد لله المؤشرات في أغلبها إيجابية، وإن شاء الله يتواصل ارتفاع المؤشرات في الحصيلة النهائية لسنة 2024. كانت هذه فقرة جرس البورصة. المشهد الاقتصادي، نهم ونواصل.